بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقا وتصويرا وأحكمه تقريرا وتقديرا. الحمد لله جامع الشمل بعد انتشاره، وجابر العظم بعد انكساره، وواصل الحبل بعد انقطاعه، وراقع الخرق بعد اتساعه، الذي جعل أقداره جارية بالصلاح وواعدة بالإصلاح، وآدابه داعية إلى الفلاح وعائدة بالنجاح، حمدا ضامنا للقبول وبلوغ المأمول، وكافلا بإدراك الأمر المرصود والمرام المقصود. الحمد لله واصل الحبل وناظم الشمل وجامع الكلمة ومنزل الرحمة، الآمر بالألفة، المانع من الفرقة، الذي أحسن التدبير وأحكم التقدير، ودعا إلى التبار والتواصل، ونهى عن التعادي والتقاطع. أحمده على ما أجمل من الصنع، وأجزل من النفع، وأوضح من الطريق، وقيض من التوفيق، وأسبغ من النعمة، ووهب من العصمة، وصرف من الحيرة، وأزال من الشبهة، حمدا قاضيا للحق ومؤديا للفرض ومدرا للمادة وموجبا للزيادة. سبحانه له الحمد، أحسن كل شيء خلقا وتصويرا، وأحكمه ترتيبا وتدبيرا، وعدله تقريرا وتقديرا، وأبرمه تحبيرا وتحريرا، واخترعه ضروبا وأصنافا، وابتدعه أجناسا وأخيافا، وجعل بعضا لبعض شادا ومعاضدا، وشيئا لشيء مشاكلا ومشاركا، حتى تمهدت القواعد وتوكدت المعاقد، واطردت الأعجاز على الصدور، وتشعبت الفروع من الأصول، وظهرت معالم الحكمة الباهرة، ودلائل القدرة القاهرة، وشواهد الصنعة البارعة، وآثار النعمة الجامعة، وثبتت الحجة في أنه الواحد الذي ليس له كفء معادل، ولا شريك معاون، ولا وزير مظاهر، ولا مشير مبصر. تبارك الله رب العالمين عما يقوله الملحدون ويدعيه المعتدون. سبحانه سامع الأصوات وناشر الأموات، وراحم العبرات، ومقيل العثرات، ومول النعم السابغات، وكاشف الغمم المطبقات. أحمده سبحانه على ما قبل من الدعوات الصاعدات، وأجاب من الرغبات الصادرات، وستر من العورات الفاضحات، وغفر من الذنوب الموبقات. حمدا أرجو به القربة إليه والزلفة لديه، وأسأله الصلاة الطيبة الطاهرة على خير رسول أرشد إلى أقوم سبيل، وهدى بأخصر طريق إلى أعظم توفيق، ودعا بأفصح حجة إلى أوضح محجة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذي الحسب الكريم والنسب الصميم والشرف التليد والفخر العتيد، صلى الله عليه بأخلص نية وأصدق طوية وأصفى اعتقاد وأوفى اجتهاد، وعلى آله وصحبه وتبعهم بصدق وحق إلى يوم المعاد. أحباب الكرام، معاشر المستمعين والمستمعات، أطال الله بقاءكم في حفظ واق وعز باق، وسعد جار، وذكر سار، وجد صاعد، وحظ زائد، وقدح فائز، وأمر نافذ، بالغين من الآمال أقصاها، وحائزين منها أوفاها، وساحبين من حلل الفخر أضفاها، وواردين من موارد العيش أصفاها، وقادحين من زناد الحمد أوراها، وراقين من قمم المجد أعلاها، عن سلامة لا زال بردها ضافيا عليكم، ووردها صافيا لديكم. نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ بكم ويحفظ إليكم، وأن يجعل السلامة في ركابكم، وأن يرزقكم الصحة والعافية، عن سلامة جعلها الله لكم شاملة شمول الشعار،
ونازلة لديكم نزول الاستقرار. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات، اليوم إن شاء الله نتوقف عن سيرنا مع الرحلة إلى الدار الآخرة مؤقتا، لنتابع الحديث عنها إن شاء الله فيما سيأتي من حلقات إن شاء الله وقدر. والمسلم أيها الأحباب هو الذي يتعايش ويعيش أحوال أمته ووطنه ويتفاعل معها، والأحداث كثيرة ما بين مر وحلو مع غلبة المرارة، ولكن بين الفينة والأخرى تظهر للمرء إشارات وتلوح له في الأفق أمارات تجعله إلى الانشراح أقرب. فاستدعاء الأمل من بين ثنايا القتام أمر مطلوب مرغوب، ولولاه لكان المرء في ضيق واكتئاب. أمني النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. رأيت أن أتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع محبب إلى النفوس، يرفع الحزن عن اليأوس، ويستدعي البسمة على بعد الشقة وغلبة المشقة. إنه الحديث عن الوطن، عن حب الوطن، عن الشوق إلى الوطن. وحديث هذا جاءت فكرته واشتعلت في قلبي جذوته بعد سماعي لخطاب ولي الأمر حفظه الله في خطابه في البرلمان، والذي ضمنه مسألة حب الوطن بأرق العبارة وألطف الإشارة، مشيرا إلى قضية الاعتزاز بالانتماء. فارتأيت بعد تفكر وتأمل وتدبر أن أتحدث عن حب الوطن على ضوء شرعنا الحنيف ومظاهر ذلك في سيرة صاحب المقام المنيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بأحوال العلماء والشعراء في حب الأوطان والاشتياق إلى البلدان ما بين باك من البعد والافتراق، وبين شاك يشكو اللوعة والاحتراق، بين مقامات تذكر المنازل. وكل ذلك من الوفاء ومن الموافقة للفطر السليمة التي جبلت على حب الأوطان. أيها الأحباب الكرام، لقد ركز في جبلة البشر حب الأوطان والشغف بالمنشأ، وهذا الحب فطرة ثابتة في حنايا النفوس، متجذرة في شغاف القلوب. ووطن المرء أرضه التي بها ولد وعليها تربى، وعلى تربتها درج، وبخيراتها نعم، وفي محاضنها نشأ. وإذا كانت الإبل تحن إلى أوطانها والطير إلى أوكارها، فكيف الأمر إذن بهذا الإنسان؟ إن هذا الحب الجبلي سبب لعمارة الأوطان وسلامتها من الخراب. روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. وكان يقول: بحب الأوطان عمرت البلدان. ويروى عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم. وقيل: كما أن لحاضنتك حق لبنها، فلأرضك حرمة وطنها. أيها الأحباب الكرام، يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 13 عاما في موطنه الأول مكة، يدعو أهلها إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فتستجيب له قلة وتستعصي عليه كثرة، ويفعل أهل هذه الكثرة معه الأفاعيل، فهم يقاطعونه ويطاردونه ويصفونه بالجنون والكهانة تارة، والسحر والشعر تارة أخرى، ويعذبون أتباعه الذين آمنوا به، ولا يدعون وسيلة من وسائل الاضطهاد والاعتداء إلا واتبعوها معه حتى أجمعوا أمرهم على قتله. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يترك مكة ويستجيب لأمر ربه، ويخرج من بيته مهاجرا في ظلام الليل، وما كاد يصل طرف مكة حتى التفت إليها وقال يخاطبها كأنها إنسان يسمع ويعقل ويتلقى الكلام: يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة
فيقول لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولا ريب أن هذه العبارة النبوية البليغة تترجم عن شعور النبي صلى الله عليه وسلم نحو بلده ووطنه، وعن حبه له وشوقه إليه وحرصه عليه، وتبين لنا كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك مكة كرها لها أو رغبة عنها أو استخفافا بشأنها، ولكنه خرج منها مكرها، ولولا هذا الإكراه ما فضل عليها بلدا آخر. وهذا المعنى يذكرنا بقول الشاعر: فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ينظر إليها، وكأنه يتذكر أيام طفولته وهو يمشي بين أزقتها، وكأنه يتذكر عمه أبا طالب، وكأنه يتذكر زوجه الفضلة خديجة، وكأنه يتذكر أيامه، أيام صباه وطفولته وشبابه وزواجه. كل تلك المعاني حضرت في باله صلى الله عليه وسلم، فترجمت إلى تلك الكلمة البليغة المعبرة الغاية في التعبير: والله إنك لأحب البلاد، لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ما خرجت. صلى الله عليه وسلم. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته متجها إلى المدينة المنورة، ولكن حب الوطن الأول يثور في صدره ويموج في خاطره ويشتد به شيئا فشيئا، فهو يتلفت نحو مكة كأنه يتزود منها، وكأنه يحفر معالمها في ذهنه خشية أن ينساها، حتى يبلغ قرية على الطريق تسمى الجحفة، وهنا يكون حبه لوطنه وشوقه إليه قد بلغا مبلغهما. وحينئذ ينزل الله عليه، كما يروي بعض المفسرين مثل ابن كثير والطبري وغيرهما، وأصل الحديث في البخاري وعند النسائي، ينزل عليه قول الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فيكون هذا القول تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية له. ومعنى الآية العام هو أن الله الذي كلفك بتبليغ شريعة القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن، الله سبحانه الذي كلفك بتبليغ شريعة القرآن الكريم والعمل به، وكلفك بالدعوة إلى الإسلام وتحمل المتاعب في سبيله، وأمرك بأن تخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، يعلم مدى حبك لوطنك الأول، وهو يضمن لك إرضاء هذه العاطفة في نفسك، ويضمن إشباع هذه النزعة الثائرة في روحك. لرادك إلى معاد. ومن التفسيرات في هذه الآية: لرادك إلى معاد، أي إلى مكة. الذي فرض عليك القرآن، أنزل عليك هذا الكتاب، ودعاك إلى الهجرة، واطلع على ما في قلبك من الشوق والحنين إلى بلدك، يضمن لك أن سيعيدك إلى بلدك مرة أخرى، وكذلك كان. وثمة دليل آخر على قوة الحب للوطن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول قبل الهجرة يتجه في صلاته نحو الكعبة وهي في مكة، فلما هاجر أمره الله تعالى بأن يتجه إلى بيت المقدس في فلسطين، وكان ذلك اختبارا من الله تعالى لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لينظر الطائعين منهم ويعلم العاصين،
وليكتشف عن جانب من تطاول السفهاء الضالين على الإسلام. فأطاع الرسول أمر ربه، ولكنه كان في نفسه يذكر مكة ويذكر الكعبة ويتمنى أن يتجه إليها في صلاته، وكان يقلب وجهه في السماء كأنه يدعو ربه ويرجوه أن يحول قبلته كما كانت إلى موطنه الأول مكة، وإلى أول بيت وضع للناس وأول كعبة البيت الحرام. وبعد أن استجاب الله لدعاء حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، فحوله في وجهة الصلاة وقبلتها من بيت المقدس إلى الكعبة، ونزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. يقول ربنا في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وهذه الآيات التي جاءت بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة نزلت كما يروي بعض الرواة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الظهر في أحد المساجد الموجودة على طرف من أطراف المدينة، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، وصلى الركعتين الباقيتين من صلاة الظهر وهو متجه إلى الكعبة، واقتدى به من كانوا خلفه، ولذلك صار هذا المسجد معروفا باسم مسجد القبلتين، وما زالت بقعته موجودة، وفوقها مسجد يأمه ويقصده الزوار زوار المدينة ليصلوا فيها ويستحضروا تلك الصور أو تلك الصورة الرائعة التي كانت تترجم عن مبلغ الشوق والحنين في صدر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى موطنه الأول. أيها الأحباب، والقرآن يتحدث عن حب الإنسان لوطنه كمعادل وقرين لحب هذا الإنسان للحياة، ولذلك فالإخراج من الديار معادل ومساو للقتل الذي يخرج الإنسان من عداد الأحياء. تأملوا رعاكم الله هذا الكلام، فالإخراج من الديار والأوطان معادل ومساو للقتل الذي يخرج الإنسان من عداد الأحياء. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن بنود المواثيق التي أخذها الله على بعض الأمم نتعلم أن الإخراج من الديار والحرمان من الأوطان هو معادل لسفك الدماء والإخراج من الحياة. يقول تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك جعل القرآن الكريم استقلال الوطن وحريته الذي هو ثمرة لوطنية أهله وبسالتهم في الدفاع عنه، جعل ذلك حياة لأهل هذا الوطن، بينما عبر عن الذين فرطوا في الوطنية ومن ثم في استقلال وطنهم بأنهم أموات، وجعل من عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق لهم التفريط فيها عودة لروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الموت والموات. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية، قال أبو جعفر: وإنما حث الله تعالى ذكره عباده بهذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيله والصبر على قتال أعداء دينه، وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لهم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقه، وأن الفرار من القتال والهروب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منجٍ أحدا من قضائه إذا حل بساحته، ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوته، كما لم ينفع الهاربين من الطاعون الذين وصف الله تعالى ذكره صفتهم في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، تركوا أوطانهم هربوا وهم ألوف حذر الموت، فرارهم من أوطانهم وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة وبالموئل النجاة من المنية، حتى أتاهم أمر الله فتركهم جميعا خمودا صرعا وفي الأرض هلكا، ونجى مما حل بهم الذين باشروا كرب الوباء وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء. وفي ذلك ما فيه من الإشارة إلى مكانة الأوطان، وأن الإنسان لا يتخلى عن وطنه كيفما كانت الظروف وكيفما كانت الأحوال. الأحكام السابقة تتعلق بالأمم من حيث حفظ وجودها ودوام استقلالها بمدافعة الأسلوب أشد تأثيرا وأعظم تذكيرا، لأن الإشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص ومصالحه في نفسه وفي من يتصل به كافية للتذكر والعمل بما يوعظ به لموافقة ذلك لهواه، فلها في النفس عون لا يغيب ووازع لا يعصى. وأما المصالح العامة فإنه لا يفطن لها ولا يرغب فيها إلا الأقلون، فالعناية بالدعوة إليها يجب أن تكون بمقدار بعد الجماهير عنها. ومن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أجلى وأسلوب أفعل وأقوى.
والكلام في القوم لا في أفراد لهم خصوصية، لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجبن فلا تدافع العادين عليها. ومعنى حياة الأمم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف، فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمة، بأن تفرق شملها وأصبح كل من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم لا وجود لهم في أنفسهم، وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم. ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم، وذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديبا لهم ومطهرا لنفوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة. أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها، فجمعوا كلمتهم ووثقوا رابطتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية، فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال. وهكذا يرينا القرآن أيها الأحباب أن للأوطان مكانة، وأن للديار حرمة، وأن الاعتداء على هذه الأوطان بإخراج أهلها منها أو إذلالهم فيها يعتبر جريمة يحتاج إصلاحها إلى إعلان النزال. فيقول سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ونفهم من هذا أن القرآن يعتبر إخراج الإنسان من وطنه أمرا خطيرا، لأن دار الإنسان تغلو في نظره وتعلو على كل دار. ويعود القرآن ليؤكد هذا المعنى حيث يقول: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد كرر القرآن الكريم ذكر حب الأوطان التي يعبر عنها أحيانا بالديار، فقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ومما يلفت نظرنا حقا ظاهرة وضع الأئمة المسلمين للكتب الكبيرة عن المواطن التي عاشوا فيها وانتسبوا إليها، فالإمام منهم يحرص على أن يخص مدينته
أو بلده بدائرة معارف تتناول كل ما يتعلق بهذا البلد من تاريخ وجغرافيا وحكام وشعراء وأدباء وفقهاء إلى آخره. فهذا مثلا الإمام الخطيب البغدادي يضع دائرة معارف عن بغداد تحت عنوان تاريخ بغداد في 14 مجلدا، كل مجلد فيه مئات ومئات من الصفحات، ولا يدع البغدادي صغيرة ولا كبيرة عن بغداد إلا ذكرها. وهذا الإمام ابن عساكر يضع دائرة معارف عن دمشق تحت عنوان تاريخ دمشق، ويصنع فيها صنيع الخطيب البغدادي عن بغداد. وهذا ابن الخطيب يؤلف كتابا معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، ويتحدث فيه عن بلدان وطنه بلدا بلدا حديث التكريم والتمجيد، ويتخذ من الحوار وسيلة لتصوير الطيبات والخيرات التي يحتويها هذا الوطن. ومن أمثلة كلامه في هذا الكتاب وهو على طريقة الحوار: قلت فسهيل، قال: حصن الحصين يضيق عن مثله هند وصين، ويقضي بفضله كل ذي عقل رصين. قلت فمدينة مالقة، أي مالقة، قال: وما القول في الدرة الوسيطة وفردوس هذه البسيطة، وتبعث لها بالسلامة مدينة السلام، وتلقي لها يد الاستسلام، أي دار وقطب وقطب مدار وهالة أبدار، فحماها منيع حريز وديوانها ذهب وإبريز. قلت فألميريا، قال: ألميريا هنية مرية بحرية برية، معقل الشموخ والإباية، ومعدن المال وعنصر الجباية، وحياة الأسطول، وغير المعلل بالنصر ولا الممطول. قلت فمدينة غرناطة، قال: حضرة سنية، والشمس عن مدح المادح غنية، كبرت عن قيل وقال، وجلت عن وامق وقال، حجبت الجنوب عنها الشمال، فأمنت الوباء والوبال، وأصبح ساكنها غير ميال، إلى غير هذا وذاك من مدن وبلدان. ومن اللطائف في الباب أن ابن الخطيب تحدث في كتابه ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، تكلم ابن الخطيب عن بعض مدن بلدنا الحبيب، وذلك في نفس السياق، سياق السؤال والجواب. يقول: قلت فطنجة، قال: المدينة المعادية. إليها بالأندلس كانت نسبة المغاربة والكتاب المحاربة والرفق السابحة في الأرض الضاربة، سورها ليس بمثلوم وساكنها غير ملوم، وفضلها معلوم، ودارها ليست دار لوم، ميدان أفراس كبير. ثم يقول: قلت فمدينة سلا، قال: العقيلة المفضلة والبطيحة المخضلة، ذات الوسامة والنضارة، والجامعة بين البداوة والحضارة، معدن القطن والكتان، والمدرسة والمارستان، والزاوية كأنها البستان، والوادي المتعدد الأجفان، اكتنفها المسرح والخصب الذي لا يبرح، والبحر الذي يأسو ويجرح، وشقها الوادي يتمم محاسنها ويشرح. إلى أن يقول: قلت فرباط آسفي، قال: لطف خفي وجناب حفي ووعد وفي، الدماثة والجمال والصبر والاحتمال والزهد والمال والجمال. إلى أن يقول: قلت فمدينة مراكش، قال: فتنفس الصعدا وأسمع البعدا، فتنفس الصعدا وأسمع البعدا وقال: درج الحلا وبرج درج الحلا وبرج النور الجلي، وتربة الولي، وحضرة الملك الأولى، وصرح الناصر الولي ذات المقاصر والقصور، وغابة الأسد الهصور، وسدة الناصر والمنصور، بعدت من المركز دارتها، وسحرت العيون شارتها، وتعبد الإماءة إشارتها، وخاضت البحر الخضم بدارتها وبشارتها، اقتعدت البسيط المديد، واستظهرت بتشهيد الأسوار وأبراج الحديد، وبكى الجبل من خشيتها بعيون العيون، فسالت المذانب كصفاح القيول، وقيدت طرف الناظر المفتون أدواح الشجر بها وغابات الزيتون،
ما شئت من انفساح السكك وامتداع الباع في ميدان الانطباع، إلى أن يقول: قلت: فمدينة فاس؟ قال: رعى الله أرضا تربها ينبت الفنا وآفاقها ظل على الناس ممدود، نعم العرين لأسود بني مرين، ودار العبادة التي يشهد بها مطرح الجنة، ومسجد الصابرين، ومأم السرى، وموقد نار الدعاء، ونار القرى، ومقر العز الذي لا يهضم، وكرسي الخلافة الأعظم، إلى آخر ما قال في كثير من مدن المغرب الحبيب. أيها الأحباب الكرام، وعندما أذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القتال كان إخراجهم من ديارهم سببا علل به القرآن الكريم هذا التطور الجديد المتمثل في الإذن بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وعندما تطور الحال من الإذن في القتال إلى الأمر به جاء حديث القرآن الكريم أيضا، فجعل الإخراج من الديار سببا لقتال أولئك الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. وعندما انتقل القرآن الكريم في تشريعه للجهاد القتالي من أمر المؤمنين به إلى حيث جعله فريضة مكتوبة عليهم، استمر حديثه عن إخراجهم من ديارهم كسبب يوجب عليهم ويفرض عليهم قتال الأعداء، فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل لقد جعل الإسلام في قرآنه الكريم الموقف من القضية الوطنية معيارا يحدد للمسلمين من تجوز لهم مودته ومصادقته والبر به، ومن لا يجوز لهم إنزاله منازل الأصدقاء من غير المسلمين. فنهانا نهيا قاطعا عن أن نصادق أو ننصر أولئك الذين يعتدون على ديارنا أو يخرجون منها أبناءها المسلمين. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الأحباب الكرام، يقول شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. إن أغلى ما يملك المرء بعد دينه وحبه لوطنه، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه، لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، ومن أجله تضحي، والطيور تعيش في عشها في سعادة ولا ترضى بغيره ولو كان من حرير، والسمك يقطع آلاف الأميال متنقلا عبر البحار والمحيطات ثم يعود إلى وطنه، وهذه النملة الصغيرة تخرج من بيتها ووطنها فتقطع الفيافية والقفار وتصعد على الصخور وتمشي على الرمال تبحث عن رزقها ثم تعود إلى بيتها. بل إن بعض المخلوقات إذا تم نقلها عن موطنها الأصلي فإنها تموت. فالكل يحب وطنه، فإذا كانت هذه سنة الله في المخلوقات فقد جعلها الله في فطرة الإنسان، وإلا فما الذي يجعل الإنسان الذي يعيش في المناطق شديدة الحرارة والتي قد تصل إلى 60 درجة أو أقل قليلا أو أكثر، وذلك الذي يعيش في القطب المتجمد تحت البرد القارس، أو ذلك الذي يعيش في الغابات والأدغال يعاني من مخاطر الحياة كل يوم، ما الذي جعلهم يتحملون كل ذلك إلا حبهم لوطنهم وديارهم؟ لذلك كان من الحقوق والواجبات الاجتماعية في الإسلام والتي غرسها في فطرة الإنسان حقوق الوطن والأرض التي يعيش فيها ويأكل من خيرها ويعبد الله تحت سمائها. وأول هذه الحقوق الحب الصادق للوطن. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها ألفها، بل كان يدعو الله أن يرزقه حبها، كما في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رواه البخاري. فهو يدعو الله بأن يرزقه حب المدينة أشد من حبه لمكة، لاستشعاره صلى الله عليه وسلم بأنها أصبحت بلده ووطنه التي يحن إليها ويسر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها. ومثلما دعا بحبها فقد دعا لها، كما في الصحيحين: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، رواه البخاري. وفي مسلم: اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه، رواه مسلم. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة يظهر حبهما لتلك البقعتين المباركتين واللتين هما موطنهما وموطن أهليهما ومستقر عبادتهما. لقد اقترن حب الأرض في القرآن الكريم
بحب النفس كما مر معنا، ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن ارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو مسقط الرأس ومستقر الحياة ومكان العبادة ومحل المال والعرض ومكان الشرف. على أرضه يحيا ويعبد ربه، ومن خيراته يعيش، ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف وإليه ينتسب وعنه يدافع. والوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع، ومحبة الوطن طبيعة طبع الله النفوس عليها، ولا يخرج الإنسان من وطنه إلا إذا اضطرته أمور للخروج منه، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه الذين كفروا من مكة، وكما حدث لسيدنا موسى عليه السلام. قال الله تعالى: فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: قال علماؤنا: فلما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه. وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغوار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر. ولما كان الخروج من الوطن قاسيا على النفس صعبا عليها، فقد كان من فضائل المهاجرين أنهم ضحوا بأوطانهم في سبيل الله، فللمهاجرين على الأنصار أفضلية ترك الوطن، مما يدل على أن ترك الوطن ليس بالأمر السهل على النفس. وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا سيدنا بلال رضي الله عنه الذي ضحى بكل شيء في سبيل عقيدته ودينه، هو بلال الذي كان يهتف في دار الهجرة أول ما هاجر إليها بالحنين إلى مكة في أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة. فعندما استقر المهاجرون بالمدينة كانت فيها الحمى، أصابتها الحمى، فكان بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وأخرج الأزرق في أخبار مكة عن ابن شهاب قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ كيف تركت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب جنابها وبيضت بطحاؤها. قالت: أقم حتى يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن دخل النبي فقال له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ انظروا رعاكم الله، أول ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن وطنه عن بلاده: كيف عهدت مكة؟ قال: والله عهدتها قد أخصب جنابها وبيضت بطحاؤها. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أصيل، لا تحزننا لا تحزننا. لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع عن بلده أخبارا سيئة، لأن ذلك يحزن قلبه. وهكذا المؤمن الصادق لا يمكن ولا يرضى ولا يحب أن يسمع عن وطنه ولا عن بلده أخبار سوء، لأن ذلك يحزنه ويقض مضجعه، بل يتمنى بل ويرجو ويدعو ويسعى ويعمل من أجل أن يكون وطنه في المقدمة، في القيادة، في الريادة. ولا يليق بالمؤمن المنتسب إلى الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم أن يكون خنجرا في صدر وطنه، ولا أن يكون لسانا طاعنا في وطنه يطعن فيه في كل المنابر ويسيء إليه في كل المنابر. فالصادق المصلح هو الذي يريد الإصلاح بشرطه، أما التشهير والإساءة فليست من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه وهيامه وحنينه إلى وطنه بقوله: يا أصيل لا تحزننا، وفي رواية: دعي القلوب تقتقر. فإن
ذكرى بلدي الحبيب، ودعي القلوب تقر، فإن ذكرى بلدي الحبيب الذي ولد فيه ونشأ تحت سمائه وفوق أرضه وبلغ فيه أشده وأكرم بالنبوة في رحابه يثير لواعج شوقه ويذكي جمرة حنينه إلى موطنه الحبيب الأثير العزيز. أرأيت كيف أن الصحابة المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحاولون تخفيف حدة شوقهم وإطفاء لظى حنينهم إلى وطنهم بالأبيات الرقيقة المرققة التي تذكرهم بمعالم وطنهم من الوديان والموارد والجبال والوهاد والنجاد. إن المسلم الحقيقي يكون وفيا أعظم ما يكون الوفاء لوطنه، محبا أشد ما يكون الحب له، مستعدا للتضحية دائما في سبيله بنفسه ونفيسه ورخيصه وغليه. فحبه لوطنه حب طبيعي مفطور عليه، حب أجل وأسمى من أن ترتقي إليه شبهة أو شك، حب تدعو إليه الفطرة وترحب به العقيدة وتؤيده السنة وأجمع عليه خيار الأمة. فيا له من حب. قيل لأعرابي كيف تصنعون في البادية إذا اشتد القيظ حين ينتعل كل شيء ظله؟ قال: يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقا ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساه ويجلس فيه يكتال الريح فكأنه في إيوان كسرى. أي حب هذا وهو يلاقي ما يلاقي؟ إنه يقول: أنا في وطني بهذه الحالة مثل ملك كسرى في إيوانه. إن المواطنة الحقة قيم ومبادئ وإحساس ونصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعزة وموالاة وتضحية وإيثار والتزام أخلاقي للفرد والأمة. إنها شعور بالشوق إلى الوطن حتى وإن كان يعيش الفرد في مرابعه، كما قال: شوقي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. فإن هؤلاء الذين يدعون حب الوطن والوطنية ولا ترى في أعمالهم وسلوكهم وكلامهم إلا العبث بمقدراته، الذين يسعون ويؤججون الفتن والصراعات بين أبنائه وينشرون الرذيلة ويحاربون الفضيلة، أين الوفاء للأرض التي عاشوا فيها وأكلوا من خيراتها وترعرعوا في رباها واستظلوا تحت سماها؟ فاللهم آمنا في أوطاننا وأصلح جميع أمورنا واهدنا سبل الرشاد وخذ بأيدينا إلى الخير في كل ناد. أحبابنا الكرام، لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من زلال مائه. فالمكان هو تذكر لمراتع الصبا وضحكات طفولة البريئة. فالوطن جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته. وهذا جزء يسير من الوفاء لأرض حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم وأنت تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها إن كتب الله ذلك. يتجول الإنسان في أقطار الأرض ويسكن البلدان، ولكن يبقى الحنين والحب دوما للأوطان. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كم من مغترب يتغنى صباحا ومساء بقول الشاعر: مهما يجر وطني علي وأهله فالأهل أهلي والبلاد بلادي. وقد تغنى الشعراء بالشوق إلى الوطن ونقلوا لوعاتهم وحنينهم عبر أبيات تقطر رقة. فهذا ابن الرومي يقول وهو يتشوق إلى بغداد: بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد. وها هو الصمة بن عبد الله القشيري قبل أن يودع نجدا يقول: كفى ودعا نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع، فليست عشيات الحما برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمع. وآخر يحن إلى العراق ويطلب من النسيم أن يحمل السلام إليها، فتراه يخاطب النسيم: ألا يا نسيم الريح من أرض بابل تحمل إلى أهل العراق سلامي. والشاعر ابن الأبار بكى وطنه بقصيدة رائعة أكثر فيها من التأوه وسكب العبرات:
أبين واشتياق وارتياع، لقد حملت ما لا يستطاع، فللعبرات بعدهم انحدار، وللزفرات إثرهم ارتفاع. نأوا حقا ولا أدري أيقضى تلاق أو يباح لنا اجتماع. وهذا عبد الرحمن الداخل عندما رأى نخلة برصافته، وهي رصافة قرطبة التي أنشأها وجعلها شبيهة برصافة الشام، عندما رأى هذه النخلة أثارت شجونه، فرآها شبيهة به حيث كلاهما غريب عن وطنه، فأنشأ يقول: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول اكتئابي عن بني وعن أهلي، وطول اكتئابي عن بني وعن أهلي. ولابن خفاجة كذلك قصيدة رائعة في الشوق إلى الوطن، يقول فيها: أجبت وقد نادى الغرام فأسمع، عشية غناني الحمام فرجع، فقلت ولي دمع ترقرق فانهمى، يسيل وصبر قد وهى فتضعضع، ألا هل إلى أرض الجزيرة أوبة فأسكن أنفاسا وأهدأ مضجعا، وأغدو بواديها وقد نضج الندى، معاطف هاتيك الربا ثم أقشعا، وغازل فيها للغزالة سنة تحط صبا عنها من الغيم برقعا، وقد فض عقد القطر في كل تلعة نسيم تمشى بينها فتضوعا، وبات سقيط طل يضرب سرحة ترف بواديها وينضح أجرعا، وأين فنا دار إلي حبيبة وحسبك مصطافا هناك ومربعا، لقد تركتني بين جفن جف الكرى وجنب تقلى لا يلائم مضجعا، أقلب طرفي في السماء لعلني أشيم سنا برق هناك تطلعا. فالإنسان يعشق وطنه وبلاده ولو كان يعيش في ضيق، ولو كان يعيش في بلاد أخرى في رغد وسعة، لذلك قال الشاعر: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. بل حتى إذا كان يعيش في بلاد الغربة مع الطبقة العالية وفي قصور الأسياد والأمراء، فالشاعر الأعشى مقيم بين سادات نجران منعما، ولكن نفسه كانت مشتاقة إلى العراق، وحوله مطايا أصحابه ليس لهم هم إلا الوصول إلى العراق، فأنشأ يقول: واضعا في سرات نجران رحلي، ناعما غير أني مشتاق، في مطايا أربابهن عجال عن ثواء وهمهن العراق. ولعل الوقوف على الأطلال وبكاء الديار وأهلها من أروع الصفات التي تميز الشعر الأسى والاغتراب. وكلما ذكر الوقوف على الأطلال والبكاء ذكر امرؤ القيس ومعلقته التي مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وكذلك النابغ الذبياني فقد بدأ معلقته بالوقوف على الأطلال عندما قال: يا دار مية بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. وهذا جعفر بن أحمد السراج يقول معبرا عن اللوعة والحنين: وقفنا وقد شطت بأحبابنا النوى، على الدار نبكيها سقى ربعها المزن، أفيك لحمل الشوق يا ريح موضع، فقد ضعفت عن حمل أشواقنا البدن. والشريف الرضي وقف على الأطلال ولما خفيت الديار وتلفت بعينيه فلم يرها، ما كان منه إلا أن تلفت بقلبه فقال: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، وتلفتت عيني فمنذ خفيت عني الديار تلفت القلب. بل يبلغ الشوق والحنين إلى الوطن أن يتمنى الطائي أن يدفن تحت ثرى بلدته فيقول: سقى الله أطلالا بأخيلة الحمى، وإن كن أبدين للناس ما بيا، منازل لو مرت بهن جنازتي لقال صدايا حاملا ينزل بيا. ما أجملها من لحظات، تلك اللحظات التي يعود فيها الإنسان إلى وطنه بعد غياب، إنه شعور لا يوصف، حبور وانشراح
حتى إن الإنسان لا يخاطب وطنه وهو على مشارفه. وطن النجوم أنا هنا حدق، أتذكر من أنا؟ أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هنا. وهذا أبو العلاء المعري يحن إلى الوطن فيقول: لولا انتزاحي عن أهلي وعن وطني لم يجف جفني يوما لذة الوسني. له صبوت وما في صبوتي عجب، إني شربت هواه العذب في لبني. فارقته وبرغمي أن تباعدني عن قربه مهان جرت إلى محني. إن دام حزني فلا والله ما نظرت عيني إلى منظري من بعده حسني. إذا شجاني أني عنه مبتعد فإن ذكراه سلواني من الشجن. إن الغريب وإن عزت مكانته هيهات ينفك عن وجد وعن حزني. تظنه بهناء العيش مغتبطا لكن عيش غريب الدار غير هني. قالوا: أتبكي على الأحجار؟ قلت لهم: بهن مرمس آبائي الكرام بني. ما للنفوس سوى أوطانها ثمن، وليس للوطن المحبوب من ثمني. أصافح التربة فيها وادعا وأرى أني على المسك ثاو لا على درني. وأستلين به الأحجار أحسها مهدا، ولولاها والأوطان لم تلني. يا أيها الوطن المحبوب لا برحت منك المواطن في أمن من الفتن. إني لأنعم عينا في هواك وإن أوليتني منك ظهر المركب الخشن. أحبابنا الكرام، المغرب بلدنا ووطننا، بلاد خيرات وأمجاد، فيه نشأنا وفيه تفتقت مسامعنا، من خيراته طعمنا ومن مائه شربنا وهواه تنفسنا. نفرح إذا سمعنا عنه خيرا ونحزن إذا قصده أحد بسوء أو أراده بشر. بلد الصالحين والعلماء والعارفين، بلد الطيبين والصادقين، بلد الكرم بشهادة الأباعد قبل الأقارب. إن تكلمت عن جماله فحدث ولا حرج، وعن طبيعته فالبلاغة تقف عاجزة عن وصف جماله وبهائه. وإن تحدثت عن ناسه فأهل كرم ونخوة وصبر، قلوب أهله محبة لكتاب الله، حتى إن العلامة والمؤرخ المشهور ابن خلدون أثنى على المغرب لافتا الانتباه إلى جملة من خصائص أهل المغرب، ومن تلك الخصائص محورية القرآن في حياتهم وما لهم في حفظه وتحصيل علومه من النبوغ الذي لا يضاهيهم فيه شعب. يقول رحمه الله: وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله، فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين لكتاب الله لصبيانهم، وتدارس القرآن بين أحيائهم، وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم، ما يدل على رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم التي كانت ملاكا لعزهم ومقادا إلى سلطانهم وملكهم. انتهى كلامه رحمه الله. أما حب أهله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فأمر سارت به الركبان، ويكفي في ذلك ما كتبه دفين مراكش علامة المغرب القاضي عياض في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب فريد في بابه. وكذلك ما كتبه دفين مراكش الإمام السهيلي في الروض الأنف، وهو كتاب في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيرهم كثير كثير في كل ناحية وفي كل مدينة، وقد أشار إلى ذلك جملة من علمائنا الكرام، منهم صاحب المعسول المختار السوسي رحمه الله وأحسن إليه، ذكر تراجم لعلماء أفداد كبار، وكذلك كتاب الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام للشيخ تعارجي رحمه الله، وكذلك النبوغ المغربي سيدي عبد الله قنون رحمه الله، وغيرهم كثير من المصادر، كثير كثير لا يتسع المجال لذكرها، التي ذكرت نبوغ أهل المغرب وتفوقهم وبروزهم في كثير من العلوم والفهوم، وأن علماءهم لا يحصون عددا من علمائهم وصلحائهم ومفكريهم وشعرائهم، ففي ذلك مراجع كثيرة كثيرة.
كل حبة رمل تنبيك عن الملاحم والمكارم والبطولات، وليس تاريخ الأندلس ببعيد عنا لا زمانا ولا مكانا. ولا شك أن الأمجاد تجلب الأحقاد، ولكن المؤمن يعرض عن الأذى ويتوجه إلى الله ويحتمي بحماه ويلوذ بجنابه ويعتصم بحبله ويسير على هداه حتى ينجو من الشرور. إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، وما تحاسدنا غما بما يجد. مع رجائنا وأملنا أن يوحد الله الأمة وأن يكشف الغمة وأن يجعلنا جميعا إخوانا متحابين كما أمرنا ربنا وكما أراد لنا نبينا، فنحن أمة واحدة، كتابنا واحد، كتابنا واحد، كتابنا واحد، ولغتنا واحدة، ونبينا واحد، فلماذا التفرق؟ شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. ما أحوجنا إلى وحدة وأخوة ترفعنا إلى مقامات المعرفة، ترفعنا إلى مقامات الوحدة، لأن الوحدة هي طريق استرجاع العزة واسترجاع القيادة والريادة. وأما التنازع والاختلاف فيؤدي حتما إلى الفشل. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما أحوجنا إلى أخوة، فهذه الأمة اليوم تعاني من التشرذم وتعاني من التفرق، نحتاج إلى أخوة أصيلة ترتكز على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى تنقية القلوب من الأحقاد. فما أهلك القلوب إلا الأحقاد، فالحقد يحطم العلاقات، يحطم الأواصر، الحسد داء الجسد، يهلك الإنسان قبل أن يهلك الآخر. علينا أن نجتث هذه الأمراض من قلوبنا إذا أردنا أن تعود إلينا عزتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بتأسيس دولته في المدينة المنورة بعد الهجرة، كان أول ما فعل أن آخى بين المهاجرين والأنصار لإدراكه صلى الله عليه وسلم، وهو الملهم وهو الموحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه، لإدراكه أن الأخوة هي أساس البناء. إنما يبنى البناء على الأخوة المتينة، فإذا لم تتحقق هذه الأخوة في عالم الواقع ستبقى الأمة في صراعات وفي متاهات، وسوف يعتورها الأعداء من كل مكان، وسوف تعيش في الخلافات والصراعات في تغييب لها مقصود عن هدفها الأسماء وعن وجهتها الأجلى. نسأل الله تعالى أن يرد بنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، ننتقل إلى بعض الأسئلة الواردة على البرنامج، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد. سائل كريم يقول: هل أعمال القلوب يؤخذ عليها؟ نقول: وبالله التوفيق، من أعمال القلوب أعمال لا يؤخذ عليها الشخص، وذلك كحديث النفس أو الوساوس التي ترد على القلب، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. فهذا أمر متجاوز عنه لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعمال القلوب أعمال يؤخذ عليها الشخص وأعمال يثاب عليها الشخص، وهي الأعمال التي ينعقد عليها القلب. فمن ذلك قوله تعالى: من أعمال القلوب التي يؤخذ على الإنسان إن بعض الظن إثم، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا من أعمال القلوب، محبة إشاعة الفاحشة. وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلى آخر الحديث. وفيه يعني لما سأل الصحابة قال: هذا القاتل،
فكيف المقتول؟ لماذا يكون مقتول في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من ذلك كذلك مسألة الحسد، فهو من أعمال القلوب ويأثم عليه الإنسان أشد الإثم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فالحب من أعمال القلوب، والمرء إن شاء الله يحشر مع من أحب. ونحن إن شاء الله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب سائر الصحابة، ونحب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله تعالى بمقتضى هذه المحبة أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا إن شاء الله معهم. ومن ذلك قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذه بعض الصور، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. سائل كريم يقول ما هي البقية التي جاءت في التابوت في قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالأخ يسأل يقول ما هي البقية التي جاءت في التابوت مما ترك آل موسى وآل هارون؟ فنقول لا يوجد دليل ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح تلك البقية. من العلماء من قال إنها عصا موسى، ومنهم من قال إنها بقية الألواح، ومنهم من قال هي بعض ما تركه آل موسى وآل هارون من ثياب. وقال الطبري رحمه الله تعالى بعد أن أورد جملة من الآثار في هذا الباب قال وجائز أن تكون تلك البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها والنعلين والثياب، وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول. انتهى كلام الإمام الطبري رحمه الله، والله تعالى أعلم. سائل يقول دائما نسمع مسألة أكل الحرام وما فيها من الوعيد الشديد، فنريد منكم بعض صور أكل الحرام، فنقول وبالله التوفيق لا شك أن لأكل الحرام صور كثيرة تدل عليه ومظاهر عدة تكشف عنه، ومنها أولا الربا بكل أشكاله وصوره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن صور أكل الحرام السرقة، السرقة، فقد قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. والحديث أخرجه البخاري. من صور أكل الحرام الغصب وهو الاستيلاء بالقوة على مال الغير بحق بغير حق. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح وغيره. ومن صور أكل الحرام الرشوة وهي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو ما في حكمه ليحكم لشخصين أو على خصمه بما يريد أو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه مثله أو أن يأخذ ما ليس له. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي الرشوة وعيد شديد أحاديث كثيرة. من صور أكل الحرام التدليس وهو كتمان العيب في السلعة أو الثمن مع العلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومن صور أكل الحرام كذلك الغش قليلا كان أو كثيرا بقوله صلى الله عليه وسلم وحديث جامع من غشنا فليس منا. من صور أكل الحرام أكل أموال اليتامى ظلما لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من صور أكل الحرام كذلك الاتجار في المحرمات مثل الخمور والمخدرات والخنزير وما شابه ذلك كل ما يندرج في الحرام. وكذلك من صور أكل الحرام عدم إتقان أو إجادة الأعمال فإن هذا يعني أخذ أجر من غير بذل ما يقابله من جهد. وفي ضوء هذه الصور وغيرها صور أكل الحرام كثير والدليل على حرمتها يظهر أن الشارع الحكيم يحرم أكل الحرام وينهى عنه أشد النهي كما هو المفهوم من الآيات منها قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سائل كريم يقول ما هي الحكمة أو العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟
فنقول وبالله التوفيق. أولا يجب علينا جميعا أن نعلم وكل من يستمعون إلينا الآن أن نعلم أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قال الله وقال رسوله، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل من يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حكمه الكتاب والسنة، فإننا نقول العلة في ذلك قول الله تعالى وقول رسوله، وهذه العلة كافية لكل مؤمن. ولهذا لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكان جوابها واضحا، يعني من غير أن تذكر علة، اكتفت بذكر العلة وهي الأمر، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علة موجبة لكل مؤمن. ولكن لا بأس أحيانا أن يطلب الإنسان الحكمة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله، لأن ذلك يزيده اطمئنانا ويقينا، ولأن ذلك يبين كذلك سمو الشريعة حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه. فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث، العلم بالحكمة الشرعية له فوائد ثلاث كما ذكرنا. ونقول بعد ذلك في جوابنا على هذا الأخ الكريم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث، ووجه ذلك أن الذهب من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به، فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصودا لهذا الأمر، الرجل لا يتزين بهذه الألوان من الزينة، لأن هذه الألوان من الزينة هي من شأن المرأة، المرأة تتزين، تحتاج إلى أن تتزين وأن تكمل جمالها وأن تتجمل بأعلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها. فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل، قال تعالى في وصف المرأة في سورة الزخرف: أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ينشأ في الحلية يعني المرأة، وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال. وبهذه المناسبة وجه نصيحتي إلى إخواننا الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم لحق الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد الإسراف أو الفتنة، والله تعالى أعلم. وفي الختام نتوجه إلى الله بالدعاء والتضرع والرجاء، فإن الله تعالى لا يرد سائلا قصده وأتى بابه، فنسأل الله تعالى أن لا يردنا خائبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه، الطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال، وتوفقنا لصالح الأعمال، وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير، واحفظنا من كل شر وضير. اللهم تول أمورنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك بحق لا إله إلا الله أن تحفظ بلدنا. اللهم احفظ بلدنا يا ربنا، اللهم احفظ بلدنا من الأوبئة ومن الأمراض، اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل على بلادنا سترا من نورك وحجابا من نورك. اللهم أرخ على بلادنا سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح. اللهم احفظ بلدنا من كل فتان ومن كل مروع شيطان. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وإيمان وسلامة واطمئنان. اللهم أصلح ما فسد في بلدنا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعل بلدنا في البلدان شامة وعلى كل خير علامة، واجعلها آمنة إلى يوم القيامة بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. واحفظ اللهم جميع بلاد المسلمين، وارفع الضر عن المسلمين، وارفع المكر عن المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وردهم إلى كلمة الحق المبين بحق لا إله إلا الله. اللهم يا ذا العزة والجبروت، عليك بكل ظالم وطاغوت. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا وملكنا محمدا السادس بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم افتح عليه فتوح العارفين، واجعله من أوليائك وحزبك المفلحين. اللهم خذ بناصيته إلى رضاك، واجعله من أهل تقواك. اللهم اجعله من أهل السداد والرشاد، وحقق على يديه منافع العباد، واجعله إماما للخير في كل ناد. اللهم حقق له ما يصبو إليه من أعمال الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عز البلد على يديه. اللهم أقر عينه يا ذا الجلال والإكرام برقي شعبه وحفظ بلده. اللهم احفظه في بدنه وفي دينه وفي ذريته وفي كل من مد إليه سببا ونسبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا بعنايتك، واشملنا برعايتك، واجعلنا من أهل محبتك. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اكفنا شر من بغى علينا وحسدنا، اللهم اكفنا شر من يكيد لنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك يا مولانا من شرورهم. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله، شكر الله لكم شيخنا الجليل، ونفع الله بكم المسلمين. إلى هنا مستمعي الأفاضل، نأتي على نهاية هذه الحلقة المباركة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى في الأسبوع المقبل، فكونوا في الموعد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.